صدق احب اوجهها اولا ليا على الاغنيه الرهيبه دي، ثانيا للساده المتابعين على الدعم الخرافي على الاغنيه. ظهري دعمكم واقدر كل من كان حابلي. بعدين عمر ايش هلا بلوفر هذا، ها؟ ايش الحركات هذه؟ لا لا يا جماعه الخير، هذا البلوفر مسوي نسخه منه واحده، ما راح ابيعها، ما راح اسوي منها ميرش، هذا بس حقي انا. او ماي جاد، ايش اللي صار بعد ما نزلت الاغنيه؟ طبعا مبدئيا كذا انا كنت مره خايف قبل ما انزل الاغنيه، وكان عندي تردد مره قوي حتى قبل ما انزل الاغنيه بثواني. عمر صل على النبي، عمر تنزلها من جدك. الاغنيه نزلت، انا قفلت جوالي، قفلت كمبيوتري، قفلت كل شيء، كنت اكل مع العيال في الاستراحه، قلت ولا ابغى ادري اي شيء عن الاغنيه، واللي يصير يصير، خلاص خلوني استمتع في الاستراحه، نزلوا لي المسبح. شويه كذا تبدا تجيني اتصالات ورسائل، عمر ايش الأغنية الرهيبة هذه؟ شوية كذا يوصلني خبر من واحد من أصحابي، عمر أغنيتك ترند، صاحب اللي معايا في الاستراحة. شوية كذا يوصلني خبر من صاحبي، عمر الأغنية جابت 1,000,000 مشاهدة تقريبا في يوم واحد. وهنا قعدت أقول الحمد لله، والله الحمد لله، كذا الخوف اللي كان عندي راح كله. حقول لكم ليش كان عندي خوف، وأقول لكم تفاصيل وأشياء أنتم ما كنتوا تعرفوها، وراح أحكي لكم بعض القصص اللي صارت أكشن عشان نوصل لليوم اللي نحن فيه الآن. بس قبلها خلونا نخش بالإنترو. أنا عارف إني ماشي صح، لو ما تشوف من 2012 سرادية ناجح في اليوتيوب، لو تقول ما تقول بتكون مطول، معقول بكون مكروه بالنسبة لك بس ماني لك مسحول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة ماكس جدي، وفيديو جديد يا حبيبي. السلام عليكم ابويا، كيف حالك؟ ها يا ولدي. سويت اغنية ابغاك تسمعها يا ابوي. جيب اشوف. هذه هي الاغنية يا ابوي، هذه بس اسمع، ترى هي راب يا ابويا، فاهم يعني؟ ياو ياو وكذا. تفضل. A few moments later. والله شوف يا ولدي، انت حاولت معايا، ومو دائما الفنان من اول اغنية يعني يكون ال ابوي. اعترف يا ابوي، الاغنية ما عجبتك صح؟ قال لي خلاص انت سويت كل اللي تقدر عليه. انا ما اعرف، ماني فاهم صراحة ايش اللي قاعد يتخبط وانت في الراب هذا، انا ما اسمع راب. فيا رب لك الحمد، والله الحمد لله ان عجبتكم، كثير رسائل منكم جات، ترى بشوف الرسائل وبشوف التعليقات، كثير ناس بيقولوا عمر والله بس نعيد الاغنية، عمر زغن نحبها، صاروا في ناس يصوروا على الاغنية كمان، وكل هذا بيوصلني وبيفرحني مرة كثير. انا اصلا كيف جت بالي فكرة الاغنية دحين احكيكم. هذاك اليوم كنت رايح بيت واحد من الشباب اسمه احمد، احمد هذا مغني وعنده استوديو في بيته كذا، عنده في البيت كذا في غرفة نومه زي المغنيين دول كذا، استوديو كذا واجهزة كثير ومايكروفون. فدخلت كذا قاعد طالع، ما شاء الله تبارك الله، احمد ابى اغني بكل براءة، قلت له كذا، وتفاجأت لما قال لي قدام، يلا توكلنا على الله. شغل الميكروفون وبديت اهبط بالكلام، السلام عليكم وعليكم السلام، اسمع رابي انت وهو وهي هي زردية، معكم عمر خليل سيف الدين زردية، بديت اشبك الكلام مع بعض واهبط بالكلام، والاغنيه كلها هبت في هبت. لو ما تشوف من 2012. بعد ما خلصنا سمعت الاغنيه قلت دايم، يلا نصور فيديو كليب. وفي نفس الاسبوع كلمنا شباب نعرفهم وجبنا جروب سيارات قد ايش كبروا، رصينا كذا 6-7 سيارات جنب بعض من السيارات الغاليه ذيك، وجبنا مصور احترافي ويلا نبغى نصور الاغنيه. وللاسف المصور هذاك اليوم ختلبنا، مره ما كان احترافي، المصور كان مره سيء، هو كان فنان بس ما كان حق شغل، ما كان حق كرف. تخيلوا كذا صورنا اول لقطه، بعدها كذا المصور قال ما ابغى اصور انا جيعان. صرنا كلنا نطالع في بعض كذا، 20 واحد متجمعين بنصور اغنيه، جاء واحد خرب علينا التصوير كامل. طب جيعان، طيب حنجيب فطور، يلا جيبوا له فطور. فطرنا وكل شيء، وادي يقول لك لا لا ما فيني اصور ما ابغى كذا، خرب علينا التصوير كامل. قال بعدين اصور، خلاص يوم ثاني. وانا وقتها ما كنت يوتيوبر معروف، ما كان حتى عندي فلوس ادفع له، كان هو شغال ببلاش، فعشان كذا كان كذا يمشينا على كيف. عموما وقتها ما كملنا التصوير، والايام اللي بعدها ما قدرنا نكمل، المصور قاعد يعابط وما ادري ايش، والناس اللي جابوا السيارات طفشوا، زبد انه احنا ما كملنا، وتكنسل المشروع خلاص. فانا سمعت الجزئيه الاولى من الاغنيه هذه اللي كانت مدتها تقريبا دقيقه واحده، تكلمي بتحيه الاسلام، السلام عليكم وعليكم السلام،
هذه اقدر استخدمها كانترو للقناه، بس هذيك الجزئيه ابدا كلامي صح في تحيه الاسلام، وحطيته في بدايه مقطعي والناس حبت الانترو وبدوا يتساءل عمر في تكمله للراب اللي في الاغنيه؟ الا في تكمله وان شاء الله التكمله راح تنزل قريبا. الحين الاغنيه اللي بالمقدمه لها تكمله ولا بس كذا؟ صراحه هي لها تكمله. وجبت العيد والناس اتعشمت، المتابعين عندي صاروا يطاردوني سنين عمر فين الاغنيه، وانا ماني عارف كيف اصارحهم بالموضوع. اني انا لما حاولت ارجع اشتغل على المشروع واجيب مصور ثاني اكتشفنا انه نحن ضيعنا الاغنيه اصلا، الاغنيه الكامله، التسجيل حق الاغنيه ضاع. فين نجيب الاغنيه؟ جبنا مصورين اوكي بس ما في اغنيه، ضاعت الاغنيه. ايش نسوي طيب؟ ايش نسوي؟ نعيد نسجلها مره ثانيه؟ المشكله برضو ضيعنا اللحن حق الاغنيه. العيد انا ايش خلاني اقول للناس انه في تكمله واقول لهم قريبا راح تنزل؟ ما ادري، جبت العيد خلاص. تبغى تصير مهندس ولا دكتور؟ فكر يا استاذ، انا طموحي اكون شخص مؤثر. وقلت خلاص انا راح اصور الاغنيه برا السعوديه، دبي عندهم هناك استديوهات وعندهم دنيا. وبالفعل هذا اللي انا سويته، كنت احسب انه لو صورت الاغنيه برا السعوديه خلاص راح ارتاح وناس احترافيين. طلع كلام فاضي. ودحين راح تعرفوا ليش. سافرت دبي وجهزت مع فريق التصوير هناك، لقيت فريق بريطانيين قالوا لي وي ريكورد ذا سونج 20000 درهم، 20000 درهم 20000 ريال تقريبا. قالوا لي موافق؟ قلت موافق، خلصوني، الناس قاعد تستنى والناس حتقتلني، لها سنين تستنى. وكل مره اوعدهم اقول لهم قريب 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 واتخبط، خلاص حتخلصوا لي اياها كامله، خلاص توكلنا على الله. قالوا لي تمام، يبغى لنا كذا اسبوع عشان نجهز الاماكن واللوكيشنات حق التصوير وبعدها نبدا التصوير ان شاء الله. قلت لهم تمام، اسبوع خلاص انا راح ارجع السعوديه وبعد اسبوع ارجع لكم دبي مره ثانيه. اول ما رجعت السعوديه شوف الحظ، ما كملت يوم واحد في السعوديه، السعوديه قفلت الطيران للامارات بسبب كورونا. الله احلام احلام كبيره ما يكفيها بس كلام، وغيري بس بفكر متى يخلص الدوام. شهور رجعوا فتحوا الطيران مرة ثانية للإمارات، وأول فرصة على طول روح صور الفيديو كليب. ركبت الطيارة ورحت صورنا الفيديو كليب وكل حاجة كانت تمام زي ما شفتوا، الحمد لله اللوكيشنات كويسة، الإخراج كويس. تصوير تقريبا أخذ يومين كاملين، اليوم الأول كان في الصحراء واليوم الثاني كان في حلبة الملاكمة، حتى قدروا يدبروا لي البوكسر. شفتوا البوكسر اللي كان موجود؟ يا جماعة الخير البوكسر هذا ترى ملاكم حقيقي، مو واحد ممثل احنا جايبين، والملاكم هذا في حياته ما في أحد قد فاز عليه، اتضارب 5 مرات فاز فيهم كلهم ولا هزيمة. الوحيد اللي قدر يهزمه ماكس جدي في الفيديو كليب، وديته بوكس. بس والله يا ان جزئية الملاكمة هذه كانت مرة صعبة مرة صعبة. انا لما اتضارب مع احد ما اقول اسوي كذا، انا امسك اهبه توب توب توب، اما تقعد تسوي لي كذا هذا ما اعرف الكلام ده، انا مو حق الكلام ده. صار يقول لي عمر اضرب اضرب ما عليك، انا اعرف اصد الضربات، هذا الملاكم. يقول لي يا ابويا ما ابغى اعورك، والتصوير شغال طبعا. يقول لي بنش بنش سترونج سترونج بنش. قول له نو نو نو، قول لي بانش. رحت اديته وحده في بطنه بوف، قال انا هنا عرفت انه الموت جاييني، انا ضربت ملاكم بطل عالم راح يفرش جدي. بعد ما ضربت الضربه ديك راح رد علي بضربه بوف وجهي، اقسم بالله يا انه تعرف الشعور ده حق الملاكمين اللي جاني كذا، هذيك الضربه كانت حقيقيه. Breathe in. Yes sir. من جد تعورت. اتوقع ما كان يحتاج نجيب حقة المكياج، هذه البنت اللي سوت لنا المكياج، الضربة ديك لحالها تكفي. المهم خلصنا التصوير وخلصنا كل حاجة، قالوا لي عمر بعد تقريبا اسبوع راح نرسل لك الاغنية بعد ما نكون منتجناها. قلت لهم اوكي، ورجعت السعودية انتظر الاغنية. ولما ارسلوا لي الاغنية اخيرا قلت خلاص الفرج وراح انزل الاغنية، شفت الاغنية طلعت زي السفت. راح احط لكم بعض اللقطات من التصوير حقهم، شوفوا كيف الالوان مخلينا فاقعة، وحطوا لقطات فيها اخطاء. من جد من جد مونتاج كان مرة سيء. انا كنت اقول هذول الاجانب اكيد محترفين، طلعوا لا والله مو شرط، في عندنا ناس هنا ارهب منهم في السعودية، وفي كل مكان في اشياء رهيبة واشياء ما، حتى عندنا ما في ناس مو كويسين في ناس كويسين. رحت كلمتهم على طول قلت لهم يا جماعة ايش هذا الشيء اللي ارسلتوا لي اياه انتم؟ من جدكم انتم ولا تستهبلوا؟ الكلام هذا قبل ما تنزل الاغنية تقريبا ب3 اسابيع. قال لي لا والله شوف، لو تبغانا نسوي تعديلات لازم تدفع لنا. قلت له كيف؟ انا دافع لك 20000 اصلا، وال 20000 هذه تشمل التعديلات. قال لي نو 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 وي دونت دو ذات. الله يقلع شيطانك يا شيخ. طب انا ايش حسوي دحين؟ انتم عارفين انه الاغنيه حقتي تسربت منهم؟ مع انه جاء المخرج البريطاني كلمني قال لي عمر عادي ننشر الاغنيه؟ قلت له لا 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 تنشر شيء الين ما اكلمك. قال لي اوكي اوكي اوكي.
وداني قب وراح نزل الأغنية عنده ونزل لقطات وتصوير ودنيا. يخرب شيطة يا أخي، ناس ما عندهم أمانة ولا دين. أنا ما أتكلم البريطانيين ككل طبعا، لا لا لا، بس هذا الشخص كيف كذا يا أخي. عموما اضطريت إني أنا أمنتج الأغنية بنفسي. والله يا جماعة الخير قعدت في الغرفة هذه اللي جنبي، مش الغرفة هذه، قعدت في الغرفة الثانية على الكنبة تقريبا 3 أيام متواصلة أشتغل على الأغنية. بعد ما خلصنا الأغنية وبعد ما نزلتها، يا إنه ثلج صدري بتعليقاتكم وكومنتاتكم. حسيت إنه أنا ما عندي ولا مشكلة في حياتي، حسيت إنه الأغنية كانت مرة سهلة، وحسيت إني ما واجهت ولا مشكلة فيها من كلامكم ومن رسائلكم الرهيبة. والله مرة شكرا لكم. صدقوا يا جماعة الخير، في ناس كثير نزلت ردة فعل على أغنيتي في اليوتيوب. أنا تقريبا لسه ما شفت ولا أحد. قلت أبغى أشوف في المقطع معاكم بعض المقتطفات من ردات فعل الناس اللي نزلت الأغنية عندهم في اليوتيوب، نشوف عجبتهم ولا لا. ماكس اتش دي تقريبا من شهر هو يحمسنا على الاغنية. عمر ماكس اتش دي يا حبيبي يا حبيبي الله عليك، واحنا مستنيين الاغنية من 2018 وهو كل شوية يقولنا في تكملة بتنزلكم قريب بتنزلكم قريب. حابب اقول كلمة لماكس اتش دي، قول لي كفو. أول ما أشوف الغنية كفو عليك، لأنه بعرف إنه الغنية راح تكون أسطورية. والله حبيبي والله حبيبي. عمر خليل سيف الدين زرادين. أنا سبايدر مان، اتشرفنا. هذا حلمي بداية جامدة محمسة. أبدأ كلامي بتحية الإسلام، السلام عليكم وعليكم السلام. الله عليك. أسمع رابي أنت وهو وهي، معكم عمر خليل سيف الدين سرانية. في الحصة الثانية كنت فخر الفصل أفكر رياضيات علوم قراءة ماني متذكر. لا 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 كبيرا ما يكفيها، بس كلام غيري بس بفكر متى يخلص هالدوام. صرنا في زمان الآن كل شي بان شتان، بين طموح اللي كان وبين الحوالي في المكان. تبغى تصير مهندس ولا دكتور فكر يا أستاذ، أنا طموحي أكون شخص مؤثر. ما شخص مؤثر. ماما محتاج فلوس ابغى جوال. ماما ديك اللحظة تغيرت الاحوال. ياما دخلت الغرفة وقفلت الباب وصورت، نزلت كل تجاربي ذاك الوقت وما وقفت. هذا حلمي ولا محققوه، ولا واحد راح يوقفوه، وانا باقي داري في المروض. ايوه حبيبي. لا واحد راح يوقفوه، وانا باقي داري في المرور. ارغب صوت من الهلال وحيوقف الطموح. فقط اللي امنوا ذاك الوقت فيا ينعدوا على الاصابع من بين كل اللي حوالي. حطموني لما في البداية شافوني، لكن امي وابويا من الدعاء ما نسيوني. شفت على نفسي وعدت المقطع ثاني، اللي ليش ما تباني انجح وانا اصلح يوم اتعلم من اخطائي. هل غلط عليك؟ هل زل لساني؟ هل جاك مني ضرر؟ لانه يا ما الاذى منك جاني. انا عارف اني ماشي صح، لو ما تشوف من 2012 سر دي ناجح في اليوتيوب. لو تقول ما تكون بتكون مطموح، بكون بالنسبة جاك واحدة. لو تقول ما تكون مطول معقول. كلنا والله والله، حتى انا وانا قاعد اسجل الجزئية دي بالذات يا اني عدتها كثير، صعب صعب نفسي راح 100 مرة الين زبطتها. انا عارف اني ماشي صح، سرادية ناجح في اليوتيوب. لو تقول ما تقول بتكون مطول معقول، بكون مكروه بالنسبة لك. مع الفلوات تسوي لك كذا. ونهي الكلام بتحية الإسلام، دام في ظهري دعمكم وأقدر كل من كان حابلي. حكيت قصتي لكم في هذه الأغنية، كان معاكم عمر خليل سيف الدين سرادية. هذا حلمي وأنا بحققه، ولا واحد. جميلة جميلة والله جميلة. حبيبي يا سكيلي والله كاش والله. والله ما عرفناك اكسس كيف حبيبي. عارفين يا جماعة الخير، الفيديو كليب مرة جامد، فتقييمي بكل صراحة 10 من 10. اقسم بالله العلي العظيم بدون اي مجاملة اغنيتك راح اعطيها. يعني الاسلوب صراحة مرة عجبني، الاركس، التصوير، الهدف ورا الاغنية، القصة اللي بيوصلها، كل واحد عنده طموحه ولا حد يوقف الثاني ولا حد يحاول يعني يحطم الثاني. وهنيك على العمل وهنيك على الفكرة اللي بتوصلها. اقسم بالله الاغنية تستاهل
تطلع ترند اول في كل الدول العربيه. والله يا جماعه ما بطبل تريليار من 10. مسج دي لوكيشن 10 من 10، لحن 10 من 10، تصوير 10 من 10، لبس 10 من 10، حرفيا الاغنيه كلها 10 من 10. والله شيء مره اسطوري صراحه، كلمات، تصوير، كل شيء كل شيء. تقييم الاغنيه صراحه 10 من 10. والله صراحه صدمتك. انا مره بيضحكني الموضوع، كثير قالوا لي صدمتني، انت كنت متوقعين انا اسوي شيء سيء ولا ايش؟ لما كنت مجهز اغنيه لماكس اتش دي انا الى 5 مليون، قلت انه لما يوصل 5 مليون اعطيه الاغنيه اللي انا مجهزها تمام؟ الحين واصل. والله نستناها منك يا حب، نستناها منك، الله يعطيك الصحه والعافيه، حمستني. دام انه طلع بهذا المستوى صراحه نبغى اغنيه ثانيه اقرب وقت. والله جد ابشر 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 ابشر، ان شاء الله في اغنيه قريبه جايه في الطريق مع التفاعل الرهيب هذا، تبشروا. الحمد لله يا جماعه الخير، بعد ما شفت الرياكشنات تبعكم حقيقي فرحت، هذه اول مره والله اشوف الرياكشنات، كله قيمها 10، كله مبسوط، كله وصلته الرساله من هذا الاغنيه، والاغلب كان بيردد كلمه هذا حلمي في نهايه الاغنيه. الله يوفقكم كلكم في احلامكم وان شاء الله توصلوها وانتم قدها، كل واحد حلمه في هذه الحياه. انا هذا حلمي اني استمر في اليوتيوب واكبر يوم عن يوم واسوي مقاطع تسعدكم وتبسطكم واكون واحد من اكبر صناع المحتوى في الشرق الاوسط، ممكن الاكبر يوم من الايام. وانتم ايش حلمكم؟ اكتبوا لي في التعليقات. وبس والله يا جماعه الخير، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمقطع اليوم، اشتركوا في القناه اذا ما انتم مشتركين، فعلوا زر الجرس اذا ما انتم فاعلينه، وحساباتي كلها طالعه قدامكم في الشاشه، حياكم الله، ضيفوني هنا وهنا وهنا ضيفوني في كل مكان. كان معكم عمر من قناه ماكس اتش دي، اشوفكم على خير. هذا حلمي وانا بحققه، ولا واحد راح يوقفه، وانا باقي داري في المرور ما حيوقف الطمول. Breathe in. Yes sir.